أيضا من الأمور اللي تغث أحد المشاريع للأسف اللي نشوف تتأخر ونبي نعرف، أتمنى من وزارة الأشغال وإدارة العلاقات العامة يبلغونا عن سبب تأخر هذا المشروع. نزل مشروع إنشاء مركز ضاحية المسيلة قطعة 2، مدة المشروع قيمة العقد 7 ملايين، ومدة الإنجاز 730 يوم، وتاريخ بداية العقد من 13/3/2011 إلى تاريخ الإنجاز التعاقدي في 12/3/2013، وإحنا اليوم 2016 والمشروع ما خلص. أتمنى أن وزارة الأشغال يهتمون في دراسة تعثر المشاريع وليش المشاريع تتأخر، إن كان من المقاول يتم محاسبة المقاول وعدم تكليفه بأي مشاريع مستقبلية. حرام الدولة تدفع والمشاريع تتأخر لأمور إحنا نجهلها. ليت يكون هناك رد من قبل وزارة الأشغال. انتقل بعد